بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنشتغل مع بعض في نظام تشغيل الدوس ديسك اوبريتنج سيستم. طب ايه هو الديسك اوبريتنج سيستم؟ ديسك اوبريتنج سيستم ده نظام التشغيل اللي هو بدأ قبل ما يبدأ قبل ما نشتغل على نظام تشغيل ويندوز. نظام تشغيل الويندوز مبني اساسا على اوامر الدوس. فان شاء الله اللي هيفهم اوامر الدوس هيبدا يعرف ايه هي اوامر الويندوز بسهوله. فان شاء الله مع بعض هنبدا نشوف ايه هي اوامر الدوس. اي نظام تشغيل بتنقسم الاوامر بتاعته الى مجموعه من الاقسام. اقسام الدوس عندنا او اقسام اي نظام تشغيل، في عندنا اوامر خاصه بالنظام. زي ما انت عندك مثلا في نظام التشغيل الويندوز بتظبط الساعه والتاريخ، فنظام ظبط الوقت والتاريخ ده بنسميه احد اوامر النظام. في عندي اوامر الادله، هنعرف يعني ايه اوامر الادله واوامر الملفات واوامر الاقراص. طيب دي كده انواع الاوامر في نظام التشغيل الدوس، وهي هي المتشابهة عندنا في أوامر نظام التشغيل إيه؟ ويندوز. طب أوامر النظام عندنا هناخد أمر اسمه CLS، أمر اسمه Var Date Time Prompt. دي أوامر النظام. أمر الـ CLS ده بيعمل كلير لشاشة النظام الدوس. لو أنت عندك الشاشة فيها مجموعة من الأوامر ومجموعة من السطور والشاشة عندك زحمة، فبتعمل كلير للإيه؟ لشاشة النظام. أمر فير بيعرض لك النظام أو إصدار النظام الحالي على الجهاز بتاعك الفيرجن. أمر ديت وأمر تايم بيعمل لك عرض التاريخ وإمكانية تعديله، والتايم عرض الوقت وإمكانية إيه تعديله. وهنشوف بعد كده أمر برومبت بيعمل إيه في نظام التشغيل، اللي هو بيعمل حاجة اسمها إعادة تغيير شكل المحث في النظام. هنعرف يعني محث لما يجي نشتغل عليه. بعد كده في عندنا اوامر الادله، هنعرف ان عندنا امر اسمه سي دي وامر اسمه ام دي وامر اسمه ار دي. الامر سي دي اللي هو بيعمل تشينج دايركتوري. ايه هو الدايركتوري؟ هنعرف ان شاء الله لما نيجي نشتغل عملي. الام دي اللي هو ازاي تعمل مسار جديد وازاي تشيل مسار انت عملته، ريموف دايركتوري. وامر داير بيعرض المسار الحالي اللي انت واقف عليه، وتري بيعرض لك جميع المسارات اللي انت عاوزها في شكل شجرة او شكل شجري. وامر رن بيعمل ايه؟ اعادة تسمية الايه؟ المسار بتاعك او الدليل بتاعك. وهنعرف عن ايه دليل لما نيجي نشتغل ان شاء الله ايه الجانب العملي. بعد كده عندنا اوامر الملفات. اوامر الملفات في عندنا امر رن وتايب وديل وكوبي واترب وموف، وما نشرح واحدة واحدة ايه في وقتها. في عندنا بعد كده اوامر الاقراص. عندنا امر فورمات، امر اف ديسك، امر ليبل، امر ايه فوليوم. طيب تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف يعني ايه اوامر النظام. احنا بس عندك هنا نظام التشغيل بتاع الويندوز. لو انا عاوز اظبط الساعة والتاريخ، اجي هنا كده بظبط الساعه والتاريخ بتوعي، او ابدا ايه اظبط التايم بتاعي في النظام التشغيلي. يبقى كده انت بتاثر على النظام بامر اللي هو ايه الديت والتايم. هتعمل مثلا تغيير خلفيه سطح المكتب عندك، كليك يمين بيرسوناليز، هتبدا تعمل تغيير الخلفيه عندك اهو. يبقى انت كده ايه اثرت على النظام. فدي اسمها اوامر ايه النظام. تعالوا مع بعض كده نشوف ازاي بفتح شاشه الدوس، ونبدا نشتغل مع بعض ازاي نعمل تغيير التاريخ والوقت، وازاي نعمل بعض اوامر النظام في نظام تشغيل الدوس. بنفتح قائمه ستارت، لو لقيت فيها ران بدوس عليها، او بفتح قائمه ستارت اول بروجرام وبختار اكسسوارز، ومن اكسسوارز بلاقي حاجه اسمها كوماند برومبت. دي شاشه الدوس عندنا في ايه نظام ويندوز. او بدوس مفتاح شباك مع ار، وبتظهر لي النافذه ران. بكتب فران ايه سي ام دي واقول ايه اوكي. ادي شاشه النظام بتاعت الدوس عندي اهي. طب لما احب اكبر شكل الشاشه او اكبر حجم الفونت، باجي ادوس على الايكونز الخاصه بالبرنامج وبختار بروبرتيز، ومن بروبرتيز بختار فونت، وباخد اكبر حجم للايه للشاشه عندي، وهو قول له ايه اوكي.
كده دي شاشة النظام عندنا اهي زي ما انتم شايفين. طيب اما باجي افتح نظام التشغيل بتاعي بيقول لي انت على نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز فيرجن 6.1.7.6.0.1. طيب ايه كلمة سي يوزرز حسن ده؟ انت هنا فاتح الفولدر اللي اسمه حسن اللي جوه الفولدر اللي اسمه يوزر على المسار سي، يبقى انت واقف في ايه؟ في الفولدر حسن واقف عليه، وجوه الفولدر حسن ده جوه فولدر اسمه يوزرز، والاثنين دولت موجودة على المسار الرئيسي اللي هو ايه؟ سي. اذا فتحنا كمبيوتر هنلاقي ادي المسار سي بتاعنا اهو، ادي المسار سي هلاقي فيه حاجة اسمها يوزرز، ادي يوزرز اهو، وجوه يوزر فتح حسن كأني بالظبط انا ايه؟ واقف هنا بالظبط. اوكي، يبقى انا ايه؟ كأني واقف بالظبط هنا. لو انا جيت عند حسن كده وكتبت امر اسمه داير، يعني عرض لي اللي جوه حسن مثلا، انتر، عرض لي كل الملفات والمجلدات اللي موجوده في المسار اللي احنا شايفينها قدامنا دي، هي اللي موجوده هنا بالظبط. موجود كم ملف؟ يقول لك عندك 2 فايل و26 داير. كلمه دايرز هنا معناها فولدرز، وفايلز هو الايه؟ الملف. ونعرف الفرق بين الملف والايه والفولدر في وقت بعد كده ان شاء الله. اوكي، طيب لو انا حبيت اعمل باك، انا دلوقتي فتحت كذا فولدر اهو وحبيت اعمل باك، بعمل باك في الويندوز بطريقه سهله اهو. طب ازاي بعملها في الدوس؟ بنكتب الامر اسمه سي دي باك سلاش. لو دوسنا سي دي باك سلاش هنرجع نروح على السي دايركت، يبقى كده احنا واقفين ايه؟ على السي دايركت، رجعنا للسي. يبقى احنا ايه؟ لو عملنا امر داير كده هيعرض لي الحاجات اللي جوه السي مباشره، كاني بالظبط فتحت البارتيشن سي كده. يبقى الحاجات اللي انا شايفها هنا هي الحاجات اللي انا شايفها فين؟ هنا. اوكي، طيب تعالوا مع بعض كده بس نشوف بقى امر النظام الاول. اول امر عندنا امر اسمه سي ال اس. سي ال اس بيعمل ايه؟ كلير للشاشه زي ما انتم شايفين كده، امر بسيط. وبعد كده في عندي امر اسمه امر فير. امر فير بيجيب لي الاصدار بتاع الويندوز اللي انا كنت شايفه من شويه في شاشه النظام دوس. انا اساسا شغال بيزد على او اساسا على نظام ايه؟ ويندوز، فبيديك الاصدار بتاع نظام التشغيل ايه؟ ويندوز. في عندي امر اسمه ديت. امر اسمه ديت اللي هو التاريخ، بيقول لك التاريخ الحالي دلوقتي 11 30/11 2020. لو حبيت تغير التاريخ بتبدأ تكتب تاريخ جديد اهو، تقول له مثلا ام ام اللي هو الايه المانث، وليكن مانث واحد داش اليوم كام، وليكن 1/20/21 2021. يبقى كده ايه؟ انا زودت او عملت ايه التاريخ بتاعه، ودوست انتر، هلاقي ايه؟ قال لك ايه؟ از نوت هولد ان ذا كلاين، ايه مفيش سماحيه ان انا ايه اغير التاريخ. اوكي، لكن لو حبيت اعرض التاريخ ادي ديت انتر، عرض لي التاريخ انتر تاني بقى ايه بقى، كاني ما حفظتش ايه التغيير او ما عملتش اي تغيير او على ايه على التاريخ بتاعي. اوكي، طيب نشوف كده مع بعض، نفتح شاشة الدوس بطريقة تانية. نفتح اكسسوارز، كليك يمين على كوماند برومبت واقول له run as administrator cd backslash enter date، هنقول له مثلا 1/1/2021 انتر. كده غير الايه التاريخ. اوكي يا جماعه، هنلاقي التاريخ عندنا ايه اتغير اهو في الشاشه في التاسك بار عندنا 1/1/2021. عبيت ارجع التاريخ تاني هكتب امر ديت واقول له تاريخ النهارده كام، 11 اللي هو الايه المانث 30/2020 انتر. كده ايه؟ هيلاحظ التاريخ ايه رجع تاني زي ما كان. نفس الكلام تايم، هيعرض الوقت الحالي. لو انا مش عايز اظبط التايم بدوس انتر على الفاضي. طب حبيت ارجع لامر تايم تاني او اعدل فيه، ببدا اظبط الساعه بتاعتي 22، ممكن اخليها 22 كوما خليها مثلا وليكن 3/8 كوما 22 ثانيه انتر. كده ظبطت الايه التاريخ الوقت. اوكي يا جماعه، بقت 38 تحت زي ما احنا شايفين فين في التاسك بار. يبقى احنا كده خدنا امر تايم وديت وايه وسي ال اس وامر فيرجن. نعمل كده سي ال اس تاني. طب في عندنا امر اسمه بقى برومبت. برومبت
بيأثر على شكل المحس بتاعنا ازاي. لو انا قلت له برومبت مسافة اس دولار تي، هيخلي لي شكل المحس بدل ما هو سي يبقى شكله ايه؟ تايم. طب لو قلت له برومبت اس دولار تي دي، هيعمل لي برومبت ايه؟ تاريخ. طب لو قلت له برومبت اس دولار كيو، هيعمل لي برومبت علامة ايكوال، علامة ايكوال زي ما احنا شايفين كده. طب لو قلت له برومبت اس دولار جي، هيعمل لي علامة ايه؟ اكبر من. لو قلت له برومبت، لو حبيت ارجع الامر يا جماعة تحت بتاعي، بدوس سهم لفوق اس دولار اي ال، علامة ليه الزيت. لو قلت له برومبت اس دولار ال وجنبها اس دولار جي مع بعض، انت هيعمل لي علامة ايه؟ اكبر من واصغر من مع بعض اهو. اوكي. طب لو حبيت ارجع المحس زي ما كان، اقول له برومبت انتر، هرجع المحس زي ما كان. طب لو حبيت افضل المحس، اقول له برومبت اس دولار برومبت افضيه اس دولار اس، المحس بقى فاضي اس دولار اس، بيخلي المحس بتاع ايه؟ كلير، فاضي خالص. لو تو برومبت بس على الفاضي كده، برومبت وانتر، هيجيب لي المحس ايه؟ تاني زي ما كان. اوكي يا جماعه، ففي عندي مجموعه من البارامتر في الايه، امر برومبت اللي هو بيغير شكل المحس. لو قلت له برومبت اس دولار تي اس دولار دي اس دولار كيو مثلا، هيعمل لي شكل المحس زي ما انتم شايفين كده. حبيت ارجع المحس، برومبت انتر. اوكي، يبقى كده ايه ده بالنسبه للامر ايه؟ للأمر برومبت. وبكده نكون خلصنا مجموعة أوامر الإيه؟ أوامر النظام. طب نخش بقى على أوامر الأدلة. كلمة أدليل يا جماعة معناها اللي هو الفولدر اللي عندي. أنا كده فتحت إيه؟ فتحت السي. السي عندي في مجموعة من الفولدرات، كل فولدر من دول بنسميه دليل. يعني فولدر إكزام ده جواه مجموعة من الملفات. طب ممكن يكون مجموعة جواه مجموعة من الإيه؟ المسارات الأخرى. مثلا فولدر مثلا زي بي اس تي ده جواه مجموعه من المسارات الاخرى. لما احب اعمل باك، اديني بعمل باك، ده اسمه ايه؟ مسار. يبقى الفولدر ده هو اللي بيحدد، هو اللي بيشكل لي المسار في نظام التشغيل ايه؟ دوس. طب لما احب اعمل فولدر جديد على السي، هقول له ام دي مسافه وليكن هسميه ويب، انتر. كده عملت فولدر اسمه ويب على السي. اتاكد ازاي؟ اهو هفتح هنا كده وافتح هنا السي، هلاقي في فولدر اسمه ايه؟ ويب، اهو فولدر فاضي. طيب لما احب اقول له داير، هنا داير معناه اعرض لي اللي على السي، داير انتر، هلاقي الفولدر ويب موجود عندي اهو، بقى موجود. اوكي يا جماعه، يبقى انا كده عملت فولدر باسم ايه؟ بامر اسمه ايه؟ ام دي ميك دايركتوري. طب لو حبيت اعمل ثلاث فولدرات جوا بعض، هقول له ام دي ويب 1 على ويب 2 على ويب 3، انتر. كده عملت ثلاث فولدرات مره واحده، ويب 1 جوه ويب 2 جوه ويب ايه؟ جوه ويب 3. ادي ويب 1 ويب 2 ويب 3. اوكي، يبقى احنا كده عملنا كام فولدر ورا بعض؟ ثلاثه ورا بعض على طول بامر اسمه ايه؟ ام دي. طب لما احب اخش جوه الفولدر، اكتب سي دي مسافه ويب 1، انتر. كده دخلت جوه المسار. لما اجي اعمل داير، هيعرض لي اللي جوه ويب 1 بس. ويب 1 جوه ايه؟ جوه ويب 2 بس، زي ما انتم شايفين اهو. اوكي يا جماعه، طيب لو حبيت اخرج منه، اكتب سي دي باك سلاش او سي دي نقطتين جنب بعض. ايه الفرق؟ هنعرف دلوقتي ايه الفرق. طيب لو انا قلت له عاوز اخش جوه ويب 2، اقول له سي دي ويب 1، وبعد كده اقول له سي دي ويب 2، دخلت جوه المسار التاني. لو جيت عملت داير هنا، مفيش، ماشي، مفيش حاجه عندي. طب هل ينفع اعمل جواه فولدر؟ ينفع. اقول له ام جي، هنا بقى اي امر هنا هيأثر على ايه؟ على ويب 2. هقول له ام جي مثلا وليكن ويب 3، هنا كده عملت صار قال لي في رسالة خطأ، قال لي في ويب 3 موجود جوه ويب 2. طب لو قلت له ام جي
ويب 4، ويب 4 اهو عمله. لما اجي اعمل داير على ويب 2 هلاقي جوه ويب 3 وجوه ويب ايه 4. اوكي يا جماعه. طب لو تقول سي دي وخش جوه ويب سي دي، خش جوه ويب 4 اهو، دخلت جوه مسار تاني. لو جيت عملت عليه داير مفيش جوه حاجه. اوكي. طب لو حبيت ارجع على ويب 2 تاني اكتب سي دي نقطتين جنب بعض، يبقى هنا بيرجعني مسار واحد، يبقى سي دي نقطتين جنب بعض بيرجعني مسار واحد، سي دي باك سلاش يرجعني مره واحده على الايه على المسار الرئيسي. ادي سي دي نقطتين جنب بعض اهو، وبعد كده ايه سي دي نقطتين جنب بعض، يبقى كده رجعت للمسار الايه الروت او المين روت بتاع اللي هو ايه السي. طب احنا مش عندنا سي وعندنا دي وعندنا مجموعه من عندنا دي وعندنا ايه. طب لو حبيت اقف على الدي ده واشوف جوه ايه، يا اما تكتب داير، عاوز افتح الدي ده وعاوز افتح دي من على السي، هكتب داير مسافه دي نقطتين فوق بعض كده، عرض لي اللي جوه الدي، جوه 31 فايلز و35 دايرز. طب لو حبيت اقف على الدي اقول له دي نقطتين فوق بعض كده، انا عرضت وقفت على الدي، واكتب داير برضك نفس الفكره. طب لو حبيت ارجع للسي اقول له سي نقطتين فوق بعض، يبقى لما احب اقف على بارتيشن او مسار تاني بكتب اسم المسار نقطتين ايه فوق بعض. نعمل سي ال اس كده، نعمل مسح عشان نمسح ايه الشاشه بتاعتنا. يبقى احنا خدنا امر ام دي وخدنا امر اسمه ايه سي دي. طب انا عملت فولدر فاضي اسمه ويب عاوز اشيله، خلي بالكم ينفع اشيل ويب 1 لو قلت له ار دي ويب 1 انتر، هيقول لي لا، هيقول لي ايه المسار ده مش فاضي. طب ويب فاضي ينفع اشيل ويب ار دي ويب، نشوف كده. اه هيشيله كده، ايه شال ويب لانه هو مسار وحيد ومش جواه حاجه، مش جواه مسار تاني فرع. لكن ويب 1 جواه ويب 2 ويب 3 ويب ويب ايه وويب 4. اوكي. طب لما احب اشيل بقى ابدا اشيل من تحت، اقول له ايه اشيل ويب 4 وبعد كده ويب 3 وبعد كده اشيل ايه ويب 2 وبعد كده اشيل ايه ويب 1، بتتم ازاي؟ هاجي اقول له ار دي ويب 1 على ويب 2 على ويب 3 انتر، هيشيل ويب 3. ويب 3 مش فاضي، نشوف كده ويب 3، ويب 3 مش فاضي. الرسالة ده هنا invalid switch ايه؟ اه اسف انا الباك سلاش غلط، الباك سلاش هنا غلط، باك سلاش ويب 2 على ويب 3 انتر، شلنا ويب 3. عاوز اشيل ويب 4، هاجي هنا واشيل ايه واكتب ويب 4، شلنا ويب 4. بعد كده اجيب الامر تاني وامسح ديت واخليها ايه ويب 2 كده، هيشيل ايه ويب 2. هاجي هنا كده اروح شايل ايه ويب 2 واخليها ويب 1 ويشيل ايه ويب 1 كده، مفيش لو ويب كده شلت ايه ويب 1 كله اهو كده، مفيش عندي ايه الويب 1. اوكي يا جماعه. طب نرجع تاني كاريتهم، نشوم ام دي ويب، بعد كده اقول له ام دي دبليو 1 ام دي وين كده، عملت كام فولدر بيبدأ بحرف ال W. اوكي. طب لما اجي اقول له داير هشوفهم طبعا، هلاقي ايه ادي W1 ويب وين ويندوز كمان. طيب لما نيجي بقى الامر داير، امر داير فيه مجموعة من البارامتر حلو. حاجة اقول له داير على W معناه اعرض الملفات بتاعتي او المسار بتاعي بالعرض، شوف اعرضهم ايه بالعرض اهو، عرض كل اللي موجود في البارتيشن بشكل عرضي، خلى الفولدر ما بين قوسين والملف عندي ايه بيعرضه بالامتداد بتاعه. خلي بالكم، خلي بالنا الملف بيتكون من اسم دوت امتداد دوت نوعه دوت الامتداد بتاعه. يعني مثلا انا لما اجي اعمل فولدر هنا، الفولدر ملوش ايه غير اسم بس، لكن لو جيت عملت فايل اقول له كليك من نيو، عاوز اعمل فايل تكست، شايفين هيقول لي ليه اسم دوت تكست، هسميه مثلا يكون ايه، شايفين ايه دوت تكست. لو جيت عملت فايل اكسل، شايفين هيقول لي ليه اسم دوت ايه، عفوا ده مش اكسل،
ملف اكسل او ملف وورد، شايفين هيبقى له اسم دوت ايه اكس ال اس اكس، شايفين ايه مثلا اهو، شايفين ادي ملف اكسل ودي ملف ايه تكست، هنلاقي ده اكس ال اس اكس وده ايه تكست، كل ملف ليه امتي ديت، لكن الفولدر ملوش ايه امتي ديت. اوكي يا جماعه، طيب ناخد بس الملفات دي ننقلها على سطح في السي كات ونحطها بيست جوه السي. لو جينا عملنا داير على السي اكيد هنلاقيها، اكيد هنلاقي ادي ايه ايه دوت تكست ودي ايه دوت اكس ال اس اكس. اوكي يا جماعه، ده كده ايه الفايل بتاعتنا، داير على بي على دبليو بيعرضهمني بالعرض اهو، هنلاقي الفايل زي والفولدر ما بين ايه قوسين. طيب لو انا جيت عملت الداير وفي حاجات اختفت فوق، بقول له داير على بي عرض لي صفحه صفحه، يقول لي ايه انا عرض لك اول صفحه، وادوس انتر او اي زرار يعرض لك الصفحه الايه الثانيه من العرض، يبقى داير على بي صفحه صفحه، داير على دبليو بيعرضهم ايه بالعرض. داير على اي اتش بيعرض لي الحاجات المخفيه اللي موجوده اهو، دي كلها الحاجات المخفيه اللي موجوده في البارتيشن سي. طب لو تقول داير دي نقطتين فوق بعض على اي اتش يعرض لي الحاجات المخفيه اللي في الايه في الدي نفس، يبقى انا كده ايه بعرض تو داير مسافه دي نقطتين فوق بعض يعرض لي الحاجات اللي في الدي. اوكي داير مسافه اي نقطتين فوق بعض يعرض لي الحاجات الموجوده ايه في الاي. اوكي سي ال اس عرضنا بنمسح ايه، بنمسح الصفحه بتاعتنا او الايه شاشه النظام. يبقى قلنا داير تاني على اس بيعرض لي ملفات السيستم اللي موجوده على الايه على السي، شايفين دي كده ملفات الايه السيستم. نعمل كده ايه كنترول سي بيعمل توقف. طب لو قلت له داير على اس على بي هيعرض لي بس صفحه صفحه، ملفات النظام اهي صفحه صفحه. اوكي يا جماعه كنترول سي بعمل ايه خروج. طيب لو قلت له داير على او هيعرض لي ايه، هيعرضهم لي بالترتيب ايه الابجدي، داير على ايه على هتلاقي عرض لهنا ايه المجلدات الاول بعد كده الايه الملفات معروضه في الايه في الاف، يبقى داير على او اللي هو بالترتيب الابجدي. طب لو طول داير مسافه دبليو ستار اعرض لي الحاجات دي بتبدا بحرف الدبليو اهو، يبقى دبليو يبقى النجم هنا معناها اعرض لي اي حاجه، لو قلت دبليو ستار اعرض لي اللي بيبدا بحرف الدبليو واي عدد من الحروف. اوكي طب داير ستار دوت ستار يبقى عرض لي كل الملفات، كل الملفات والايه والمجلدات. اوكي يا جماعه، طب داير دبليو علامة استفهام معناها ايه؟ انتر هيعرض لي دبليو 1 بس، يعني معناها ايه؟ هيعرض لي تبدأ بحرف الدبليو وحرف واحد. طب لو تقول داير تلات استفهام كده انتر هيعرض لي كل الحاجات اللي تبدأ بايه بحرف او حرفين او تلاتة، يبقى علامة استفهام معناها ايه؟ حرف واحد بس. طب ستار معناها اي عدد من الحروف، لازم نفهم نعرف الفرق بين ستار وايه وعلامة الاستفهام. لو تقول داير مسافة دبليو علامة استفهام علامتين استفهام معناه اعرض لي الايه حاجات تبدأ بحرف الدبليو وحرف او ايه او حرفين، شايفين ادي نتيجة اهي. كده احنا خدنا كام امر، خدنا امر ار دي وام دي وسي دي وداير. طيب في عندنا امر اسمه تري، مش احنا عملنا فولدر اسمه ويب، نعمل فولدر ام دي ويب، ينفع نعمل ويب تاني؟ ما ينفعش لان معمول قبل كده. طب نعمل كده فولدر ام دي ويب واحد على
ويب 2 على ويب 3 انتر. كده عملنا ايه؟ طب هنيجي جوه سي دي ويب 1 سي دي ويب 2 ونعمل جوه فولدر تاني ام دي ويب 4. يبقى كده ويب 2 جوه كام فولدر؟ جوه 2، شايفين جوه 2. طيب لما اجي اعمل ايه؟ تري هيجي يقول الفولدر دوت جوه ايه؟ ويب 3 ويب ايه 4. طيب لو عملت له سي دي باك سلاش كده وطلعت بره قلت له تري ويب 1 هيجيب لي تفصيله ويب 1، شايفين ويب 1 وويب 2، ويب 2 جوه ويب 3 ويب ايه ويب 4. اوكي يا جماعه دي التفصيله بشكل ايه؟ بشكل تري. طب لو انا في عندنا فولدر عندنا على ال لو تو تري كده على السي هيجيب لي تفصيله الايه؟ السي كلها، شايفين تفصيله الايه؟ السي كنترول سي. طبعا بتاخد بيفك كل الفولدرات اللي موجوده على السي. اوكي يا جماعه يبقى كده احنا خدنا ايه؟ اوامر النظام اللي هي السي ال اس والفير والديت والتايم والبرومبت، اخدنا اوامر الادله السي دي والام دي والتري، وطبعا في عندنا امر اسمه رن. ايه المقصود بامر رن؟ انا عملت فولدر اسمه ويب هقول له رن ويب، غير لي اسم ويب الى وليكن الى نت انتر. كده ايه هلاقي لو تو تري نت يبقى اشوف لي النت جوه ايه هي. انا غيرت ويب، ويب كان فاضي ما فيهوش اي حاجه خالص. طب لو قلت له رن ويب 1 ويب 1 خليه مثلا ليكن نت 2، لما اجي اقول له تري نت 2 هلاقي الحاجات دي كانت موجوده في ايه؟ في ويب اهي. يبقى امر رن بيغير اسم الايه؟ المجلد. اوكي يا جماعه بسيطة جدا، يعني لو انا حبيت اغير اسم المجلد بتاعي اهو كليك يمين عليه رينيم اللي هي امر رينيم اهو رينيم، لكن في الدوس بكتب امر اسمه ايه؟ رين. يبقى لو عندي فولدر على السي مثلا وليكن اسمه دبليو 1 اهو عاوز اغير اسمه باجي هنا كده اقول له رين دبليو 1 سميه وليكن زد زد، هلاقي في على السي بقى في عندنا زد زد مكان ايه دبليو 1. وبكده نكون خلصنا اوامر الايه اوامر ايه الادله. اوكي يا جماعه ونلتقي في المحاضره الجايه ان شاء الله، نكمل مع بعض في المحاضره الجايه ايه اوامر الملفات واوامر الاقراص. اوكي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.